بتقول ايه يا باشمهندس؟ مفيش داعي للغلط يا ست انت. سبق وغلطت فيا هناك في بيتك، لكن انت هنا في بيتي. يا اختي خضتني. بيتك؟ بيتك ايه يا ابو بيت؟ هو فين البيت ده؟ حوش حوش. وهتعمل ايه؟ وريني هتعمل ايه؟ اوعى. فين الست قلت لك اني مش هسمح باي غلط؟ اوعى. ماما ماما ارجوكي ما تخربيش بيتي بقى. يا بنتي انا اللي هخرب بيتك. اه يا عبيطه يا اللي على نياتك. انا اللي هخرب بيتك. امك هتخرب بيتك. والله العرشانات دول هم اللي هيخربوا بيتك. هم اللي خلوكي حبيبتي وعارفين الضرر اللي هيقع عليكي من الحمل. اه كل اللي يهمهم ايه؟ ما يهمهمش حاجه. تعيا يظهر عيا نصيبه ما يهمكوش. هم عايزين بس البيبي. البيبي للباشمهندس البيبي. اسمعتوا هي لو عاملين الحكايه دي عشان تنتقموا مننا على اللي عملوا جلال فيكي. لا ده في ربنا كبير ومنتقم جبار وهيوريني فيكوا يوم ان شاء الله. ده العبيطه طول عمرك. اوعي اوعي اوعي. لا في خير في الواد ولا في خير في البيت. اقول ايه؟ الله يرحمك يا ابو جلال. الحمد لله الحمد لله اللي انت مت قبل ما تشوف اللي عاملينه ولادك واللي بيعملوك فيا ولادك. الف رحمه ونور تنزل عليك. يا ساتر ايه الست دي؟ ايه الغل اللي جواها ده؟ جديد عليكي يعني يا ماما؟ ما انت عارفاها كويس. ايوه يا بنتي انا ما كنتش فاكره انها لسه زي ما هي. ده انا كنت فاكره ان الواحد لما بيكبر وبيحس ان ايامه قربت بيقرب من ربنا وبيتغير وبيستغفر ربنا على اللي عمله واللي ما عملوش. ده الواحد نفسه يموت ولسانه رطب بذكر الله وايده ممدوده لفعل الخير. ودي ايه؟ ضيحه تخرب شمال ويمين وفي الاخر تتهمنا يا بنتي اننا عايزين نموت بنتها. انا من رايي يا ماما بقى ما نروحش تاني عند طنط علا. يا سلام يا اخويا. وهي يعني هتمنعنا نزور بيت خالنا؟ بعدين علا ذنبها ايه؟ دي تعبانه اكتر مننا. لا اعوذ بالله. اي حته هحس ان رجلها بتحط فيها مش رايحه. ده بيت ابنك هتمنعك كمان عن بيت ابنك؟ لا ده لو ليها هناك ولو ضمن بني ادم مش رايحه. حضرتك كده بتظلمي طنط علا. طنط علا المفروض توقفها عند حدها. عمر ما تنساش ان دي بيتها. وبعدين يعني ايه توقفها عند حدها؟ هتعلمها الادب يعني؟ الله هي يعني عشان مامتها تقوم تهزقها وسط الناس بالشكل ده؟ يا ابني دي امها يعني مهما عملت فيها برضه ما تردش عليها. يا سلام. طبعا انا عارفه انك اني ايه بقى؟ احنا ننقل الموضوع منهم لينا؟ انا اذنكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نظير. ما تنسيش يا انسه ان عندك درس رياضه بعد نص ساعه. علا انا عايزك تفكري كويس وتراجع نفسك. احنا لسه في البدايه وان كان عليا انا مش عايز حاجه من الدنيا غيرك انت وبس. وحياتك عندي اغلى من كل كنوز الدنيا وانت عارفه كده كويس. ارجوكي فكري ولو حبيتي تتخلي عني. ما تكملش يا طارق. هادي يا سيدي شيك ب50,000 جنيه باسم الدكتور جلال يستحق الصرف فورا. عربوني العياده. بكده يكون الباقي 230,000 جنيه يا دكتور جلال. ماشي يا فندم. واتفضل ده عقد مؤقت مكتوب فيه كل البيانات لغايه ما يجي الدكتور جلال. اسلمه الشيك وحضرتك تدفع له بقيه الفلوس ويكتب لك عقد البيع النهائي. ماشي يا فندم. بس يا ريت تمديلي على الصورتين. عينيا حاضر تحت امرك. ممكن امضي انا كمان كشاهد؟ طبعا يا دكتور اتفضل. طبعا اذنك يا دكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. تعرف يا دكتور انا اخذت الشقه بتاعت الدكتور جلال لبنتي. انا مش فاهمه دي يا عمر. عمر؟
فين؟ مفيش، رحت لبابا وعروسته. ماله، في حاجة جديدة؟ واضح إنها مسيطرة عليه قوي يا صباح. عادي، أي عروسة جديدة بيبقى ليها جاذبيتها على الأقل في الأول. لا، دي مش جاذبية مؤقتة، دي هتستمر. أنت عارفة إن بابا شارك والدها هناك في الإمارات في مستشفى جديدة مبنية وناقص بس الأجهزة؟ قول لي كده، كده الكلام اختلف. شفتي بقى إزاي؟ عشان كده أنا بقول إن الوقوف ضده دلوقتي ملوش أي لازمة. لازم الواحد يستفيد على قد ما يقدر، ولا هيطلع من المولد بلا حمص. مولد؟ إيه المولد دي؟ صباح، بقول لك إيه؟ تتجوزيني؟ إيه؟ فرصة إنه موجود وراضي عني وعنده استعداد يعمل أي حاجة أطلبها منه. أنت عارفة لو اتقدمت لك دلوقتي هيجيب لنا الشبكة ويتكفل كمان بكل مصاريف الخطوبة، ومش بعيد يحط لنا مقدم شقة. يعني أنت عايز تستغل الموقف لصالحك، مش كده؟ هو ده عيب؟ كده أنا اتأكدت إن خير يأثر عليك. يعني أنت مش موافقة؟ لا طبعاً، أنا مش موافقة على الأسلوب اللي أنت بتفكر بيه، ولا على التوقيت، ده إحنا داخلين على امتحانات. يعني لازم ما نفكرش إلا في دراستنا. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، مفيش وقت، ده هيسافر. عمر، أرجوك ما تحسسنيش إن أنا صفقة. أنا مش ممكن أوافق الخطوبة تبقى بالشكل ده، بعد إذنك. ال125,000 هيدفعوا كلهم عند استلام العربيه. انا ما عنديش مانع، اهم شيء يكون محضر لعقد البيع ممضي وموثق في الشهر العقاري ومعاه شهاده المخالفات لو سمحت. واو، كذلك الثلاثه اتباعوا. برافو عليك يا اسامه. لا لا لا، بجد شاطر. لا، ما كنتش متوقع كده خالص. لا 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 لا، وكمان خدت عربيه. لا، برافو عليك فعلا. لا لا، انا بالكتير جاي بكره ان شاء الله. طبعا. بقول لك ايه، احجز لي تذكرتين على طياره الامارات الاسبوع الجاي زي النهارده. ها، اوكي يا اسامه، مع السلامه حبيبي. ها، طمني يا حبيبي. اطمني يا روح قلبي. الشقه والعياده والعربيه اتباعوا وباسعار ممتازه. Thank you.
فين يا ماما؟ كنت في مشاوير. انا لما رجعت من المدرسه سالت على حضرتك تيتا وقالت انها صحت من نوم ما لقيتكيش. انا نزلت قبل هي ما تصحى، ما كنتش عايزه اقلقها. هو عمر ما جاش؟ ايوه عمر جوه وسال على حضرتك هو كمان. حضرتك كنتي فين لما غير هدومي؟ تعالولي انا عايزه كنت روتني. ده شيك بخمسين ألف جنيه عربون الشقة، وده شيك برضو بخمسين ألف جنيه عربون العيادة، وهنا في الشنطة في عشرين ألف جنيه كاش عربون العربية، ودول بقى العقود اللي أنا كتبتهم، ومنهم هتعرف مين اللي اشترى الشقة ومين اللي اشترى العيادة. إيه حد عرفه؟ إيه أنت تعرف؟ مين عصام محمد السيد؟ هو ده حمال اللي شاهد على العقد. ايه ده؟ دكتور فؤاد طه؟ جوز بنته ده من كبار رجال الاعمال. لا ويقول لي احنا موظفين على قدنا وانت هناك في الامارات عندك مستشفى كبيره اتاري صياد الراجل ده مش باين عليه. بس على العموم مش خساره في بنت امنا. على فكره العياده برضه هو اللي جاب لها الشاري. خلاص بقى حلو يشاركك في العموله. ايه يا اسامه؟ لا 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 انت جبت مفاتيح تانية خالص. اوعى اوعى بقى كويس اني جبت مفتاحي معايا. الله غريب. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا صاحبة الشقة. صاحبة ايه؟ صاحبة الشقة يعني ايه؟ جرى ايه؟ هنقف نتكلم على الباب ما يصحش. اتفضلوا وانتم مش غرب. اهلا وسهلا. اهلا دكتور فؤاد. اهلا بيك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا مدموزيل. اهلا اتفضل. عادة تملك الشقة باسمي. انت بتخرفي بتقولي يعني تملك الشقة ده باسمي انا اهو. انا بعت لنفسي بالتوكيل العام اللي انت كنت عامله واللي اديني الحق اني اتصرف في كل حاجة تملكها. هيا حقيرة يا ام كلمة. دكتور جلال ما انت شايف؟ مش كده؟ ده جزاتي اني امنتها على اموالي يا دكتور. انا كنت مأمناك على عمري كله ودلوقتي باخد حقي. الشقة دي كان المفروض تجيبها لي يوم ما اتجوزنا بس اتأخرت شوية. على فكرة دكتور فؤاد أنا آسفة إني بعت العيادة لحد تاني غير اللي أنت جبته. شفت يا دكتور بجاحتها؟ ما يصحش تقولي كده وأنت عارف أنا ليا قد إيه في تمن العيادة. أما العربية فأنا كتبتها باسمي لولادك تمن السنين اللي اتحرموا منك فيها. والستين ألف جنيه اللي في البنك وكمان دول خدتيهم؟ تمن تافه جدا. الشباب اللي راحوا أنا بستناك. على فكرة يا دكتور فؤاد. أيوة. دكتور جلال رجع من بره وفي إيده عروسته الجديدة اللي اتجوزنا عليها. تعالى هنا راح فين؟ دكتور سيبني أموتها يا أسامة. دكتور جلال ما يصحش كده، في ناس. شوفي يا دكتور جلال كل اللي بتعمله ده ملوش لازمه. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ هسيب فلوسي تضيع مني؟ انت عامل لها توكيل عام زي ما بتقول؟ انا عملته لها بعد ما سافرت على طول ثقه مني فيها وما فكرتش في اي يوم من الايام الغيه حتى بعد خلافي معاها. كده بقى يبقى كل تصرفاتها قانونيه. مفيش قدامك بقى غير حل واحد، تحاول تتكلم معاها بشكل ودي عشان تقدر تاخد اكبر قدر ممكن من فلوسك، لكن الانفعال ده مش هيوصلك لاي حاجه. ما كانش في دي حاجة تانية أعملها غير كده. بابا صعبان عليا قوي يا ماما. وصعبان عليا أكتر منك. ماما إحنا طبعا لينا حق في الحاجات دي كلها، مش كده؟
انا عندي محاضرات مهمه هروح احضرها. انا اذنكم. ليه ما بلغتش البوليس النيابه؟ بوليس ايه ونيابه ايه بس يا لميا؟ بقول لك معاها توكيل عام رسمي مني بيديها الحق في التصرف في كل ما املك اثناء غيابي. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تديها؟ ادي لمين يا لميا؟ وضحي كلامك، ادي لمين؟ انا اديت لمراتي ام ولادي وكان لازم اعمل كده عشان يبقى معايا سند قانوني تتصرف بيه وانا مش موجود. طب ليه لما الخلافات حصلت بينكم ما لغيتهوش؟ بصراحة التفكير ده ما جاش في دماغي خالص، وحتى لو كان جه ما كنتش برضه هقدر اعمل كده، لان ده كان معناه اني بعلن عليها الحرب في الوقت اللي هي بدت فيه مسالمة في كل شيء ولاخر لحظة. لا، انت كنت عاوز تحتفظ بيها كزوجة للنهاية وخفت تعمل ده تطلب هي الطلاق. اللي يسمعك بتقول الكلام ده يقول انك اكتشفت اكتشاف رهيب في حين ان انا اللي قايلهولك ومتفق معاك عليه. ايوه انت قلتهولي، بس بس ايه؟ بس ايه يا نامي ما تتكلمي؟ تبقنيش فاكره ان انا قلتلك كده علشان ابينلك ان انا انسان مخلص ووافي ومش غدار؟ فاكره ان انا قلتلك كده علشان اطمنك في عيشتك معايا يا لميا؟ مش حاجه ما كنتش قريب منكو خلال السنين اللي فاتت دي كلها كطبيب وكصديق للاسره. واضح يا لميا انك معرفتنيش على حقيقتي، او بمعنى اصح عرفت عني اللي انت عايزه تعرفيه وبس، بغض النظر عن اهميته الحقيقيه. لا يا لميا لا، انا طول عمري انسان صريح اللي في قلبي على لسانه بقوله بدون اي زواق ولا. الو، ايوه يا اسامه. انا بقيت واقف مش عارف اتصرف ازاي ولا اقول ايه. مين فيهم الصح مين فيهم الغلط؟ مش عارف. امي من وجهه نظرها بتدافع عن شقه السنين اللي حاسه انه هيضيع منها في ثانيه، هتاخد واحده تانيه ما تعبتش فيه ولا يوم واحد. ابويا شايف انها خيانه اتعملت من ورا ظهر. لو وقفت مع امي ابويا هيتهمني بالطمع ويمكن اخسره للنهايه، لان العلاقه بيننا مش قويه بسبب غياب وفترات طويله. لو وقفت مع ابويا امي هتحس اني بظلمها لاني بقف معاه في ظلمه ليها. مشكله الحقيقه الموقف صعب قوي. لا، وانا حاسس ان الايام اللي جايه هتبقى اصعب واصعب. انا حاسس انهم وصلوا لنقطه اللا عوده، يعني كل واحد فيهم هيستخدم اقوى سلاح عنده لتدمير التاني بغض النظر عن الضحايا اللي هيروحوا في الرجلين، سواء كنت انا او مروه. حرام يا خساره، انا كنت بحب العلاقه اللي بين مامتك وباباك قوي، كنت متصوره انه لما يرجع من السفر هيحل لكم مشاكل كتيره قوي، اهمها حرمانكم منه وحرمانه منكم. لكن مع الاسف يظهر الاغتراب بقت السمه المميزه للعصر ده. يعني عندك انا وبابا مثلا عايشين مع بعض في بيت واحد، بس المسافه بيننا بعيده قوي، اكن هو عايش في جزيره وانا عايشه في جزيره تانيه خالص بعيد عنه. اول ما بلاقيه فاضي بقعد اتكلم معاه بالنص ساعه، لاني عارفه ان دي فرصه مش هتتكرر الا بعد شهور. اقعد اتكلم معاه في حاجات فاتت وحاجات انا عايشه فيها دلوقتي، عن احساسي بالوحده بعد موت مامتي وافتقادي للاهل والاصدقاء اللي مشغولين بنفسهم. وفي الاخر اكتشف ان هو ما كانش سامع حاجه، او لقط له كده كام كلمه من وسط الكلام عشان يرضيني يعلق تعليقات عامه بحكم انه مدرس، تعليقات تصلح لأي موضوع عشان ما اكتشفش انه ما كانش معايا او انه ما سمعنيش. عمر انت سمعني؟ اه طبعا. موضوع موت والدتك ومشكلة والدك في التدريس. كملي يا صباح، كملي. كمل انت يا عمر. هو زي ما انت بتقولي كده بالظبط، احنا عايشين في عصر الاغتراب. اغتراب الانسان عن اهله هو في وسطهم، واغترابه عن نفسه حتى لو كان. كمل يا عمر كمل. حتى لو كان ايه؟ حتى لو كان عايش لنفسه. زي يعني انا فعلا راجل عايش لنفسي وسعيد جدا، وعمري في حياتي ما حسيت بالغربه اللي انتوا بتتكلموا عنها دي، واللي بقت موضه العصر، بقت يافطه بيدار وراها كل واحد محبط او فاشل من اللي عايزين يداروا فشلهم. مين فيكم في ظروف ممكن تحسسه بالغربه قد دي؟ انت طول عمرك عايش مع جدتك ووالدتك واختك واحيانا ابوك. انت بقى كنت عايشه فتره طويله جدا مع اسرتك تقريبا كامله،
اللي اتجوز من اخواتك اتجوز لكن برضو ما بعدوش عنك، اللي في اسكندرية واللي في القليوبية يعني حواليكي. انا بقى اللي بيقولوا عليه وحداني، لا اخ ولا اخت واب وام بالمراسلة. تقدر تقولولي بقى ما حسيتش بالغربة ليه؟ معقولة خيري؟ معقولة انت مش مفتقد امك وابوك؟ افتقدهم في ايه بس يا ابن الحلال؟ الناس قايمين بالواجب واكتر، ابعت يا بابا يبعت بابا، ابعت يا ماما تبعت ماما، مفيش اي مشاكل. ولو فرض وحصل ان انا اشتقت ان انا اشوفهم او يشوفوني، في ساعتين اكون عندهم، يعني قبل ما سيادتك ما تروح شغل. يعني خيري الغربة ما هياش شيء. هنقعد بقى نقول الغربة فكر واحساس وشعور ووجدان. يا ماما الغربة اللي احنا عرفناها وتربينا عليها هي بعد الانسان عن اهله وحبايبه، وكلمة بعد تعني المسافة تعني الطول. دلوقتي خلاص وسائل الاتصال خلت العالم كله قد كده. انا اشتقت البابا عايز اشوفه او عايز اكلمه بالتليفون، ادوس على الزراير وارفع السماعه، الو ايوه يا بابا، اسمع صوته على الناحيه الثانيه، وحشني نفسي اشوفك. خلاص انتهت المشكله على كده، حبينا نبعت لبعض جوابات في ساعات، حبيت اشوفه قوي يشوفني، مفيش اي مشاكل. فين بقى الغربه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ مفهومك للغربه مفهوم مادي بحت. ايوه هتخشوا لي بقى في الغربه بمفهومها المعنوي والسايكودرامي والسايكولوجي والحاجات دي، والعيال الخايبة اللي تقولك انا حس ان انا غريب وسط اهلي، انا حس ان انا غريب وسط زمايلي. عايزين بقى الرأي النهائي والسديد في موضوع الغربة ده. ما غريب الا الشيطان. سلام ايها الغرباء، عندي محاضرة مهمة لازم احضر. ماما انا اسف على الكلام اللي قلته لك. ماما احنا هنفضل قاعدين كده وسايبين تيتا لوحدها؟ انا ما اقدرش امشي دلوقتي واسيب البيت، ممكن يرجع تاني نعمل اي حاجه. تحبوا تروحوا انتوا وانا اقعد هنا؟ خلاص خلاص خليكوا انتوا هنا واروح انا لتيتا. وانت هتعرف تخدمها لو طلبت منك حاجه؟ وهي هتطلب ايه يعني؟ وانتوا ناويين تقعدوا هنا على طول ولا ايه؟ وبعدين يا ماما الامتحانات قربت وانا عايزه اقعد اذاكر. انت كمان عندك درس بعد ربع ساعه. يعني هتوديها الدرس وتسيبني هنا لوحدي؟ لا طبعا يا ماما انا مش عايزه اروح النهارده. خلاص انا هروح اعتذر للاستاذ عبد التواب، وبالمره وانا راجع اجيب تيتا بدل ما تقعد لوحدها. انا اول مره البسه. حلوه قوي قوي يا حبيبتي، الف مبروك. طب استنى هجيب شنطتي واجي معاك. رايحه فين؟ هروح معاك يا حبيبي. تروحي معايا فين؟ نخرج نسهر في اي مكان. طيب يا حبيبتي انا رايح اسهر عند المحامي، تحبي تسهري معايا عند المحامي؟ طب وماله، اخرج معاك استناك في اي حته، لما تخلص نكمل سهرتنا. لا يا حبيبتي دي اول جلسه ليا مع المحامي، لازم اقعد معاه نتكلم ونتشاور واحكي له حكايتي مع الست دي بالتفصيل، اقول له ايه حقوقي وايه الحاجات اللي خدتها مني وايه الخطوات اللي ممكن نعملها علشان استرد كل حقوقي بالكامل المليم قبل الجنيه. وطبعا يا حبيبتي ده هياخد السهره كلها. ها ايه رايك؟ لسه عايزه تيجي معايا؟ لا اتفضل انت انا هستناك. طب يا حبيبتي ادعي لي ربنا ينصرني. لميا بقول لك ادعي لي. ايه؟ مستكتره فيا الدعوه؟ هدعي لك ان شاء الله. ان شاء الله.
اتفضلي يا تيتا. ولا تيجي انت تسوقي؟ لا يا حبيبي مش قادر. النهاردة أحد كبار نجوم بصراحة أنا مش شايف أي مبرر للإنزعاج يا دكتور جلال. إزاي بس يا أستاذ محفوظ وهي استولت على كل ممتلكاتي وبمنتهى البساطة؟ وإحنا إن شاء الله هنرجع منها كل حاجة وهنخليها تندم وتعتذر عن كل اللي عملته وبمنتهى البساطة. يا ريت، أحبم على قلبي بس إزاي؟ أنا أقول لحضرتك ولو إن ده سر المهنة. دكتور جلال، أنت لما بيجيلك مريض في العيادة بتكشف عليه بتقول له أنت محتاج تعمل عملية. لكن ما انتش ملزم انك تشرح له العمليه دي بتتعمل ازاي. الدكتور جلال زي ما فهمتك مش مجرد زبون عادي انا جايبهولك، لا ده صديق وصديق عزيز كمان. يا سيدي وانا تحت امرك وامر الدكتور جلال. حاضر من عليا. شوف يا دكتور جلال، اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. دكتور جلال، احنا هنقسم القضية بتاعتك إلى مجموعة من القضايا، كل قضية مستقلة بذاتها تماما. أولا القضايا الشرعية. أول قضية في القضايا الشرعية هي قضية الطاعة. أستاذ محفوظ قول لي حضرتك، بالمناسبة هو أنا من حقي أطلبها للطاعة في بلد تانية بره يعني غير هنا؟ في حالتك دي لا، ده لازم يكون في محل إقامتك وإقامتها الأصلي اللي موجود هنا في القاهرة. يعني كده لازم اقعد هنا ولا ايه؟ لا مش بالضروره انك تقعد، حضرتك ممكن تسافر وتيجي زي ما انت عاوز، بس اهم شيء ان احنا نجهز لها المسكن المناسب اللي هنطلبها فيه للطاعه ان شاء الله. يعني نجيب لها شقه. شقه كده اي كلام، وبعدين احنا ممكن نستغل قانون الايجارات الجديد وناخد لها شقه بعقد محدد لمده سنه تقريبا، في خلال السنه دي تكون كل القضايا بتاعتنا خلصت وكسبناها ان شاء الله. بعدين هتيجي تركع تحت رجليك وتقول لك حقي برقبتي، خد اللي انت عايزه بس سيبني. طب والقضية التانية يا متر؟ لا يا دكتور، القضية دي التانية بقى دي الأنقح والأصعب والأشد والأقوى. القضية دي اللي هتوجعها قوي قوي قوي. قضية ضم الأولاد. أنا عارف هي مرتبطة بالأولاد قد إيه، بس دي قضية مضمونة مليون المية. لأن حسب البيانات اللي قدامي الولد والبنت خلاص تعدوا السن القانونية لحضانة الأم، وأصبح من حقك الشرعي والقانوني إنك تضمهم ليك. والقضية دي تاخد قد إيه يا أستاذ محفوظ؟ القضايا اللي من النوع ده قضايا مكتملة الأركان، يعني الحكم فيها هيكون سريع وحاسم، شهرين ثلاثة بالكتير والحكم يكون لصالحك بإذن الله. شهرين ثلاثة؟ بس ده معناه اني هقعد هنا ومش هقدر اسافر، يعني خراب هنا وخراب هناك. يا دكتور جلال ما تستعجلش الامور، حضرتك تسافر زي ما انت عاوز، بس اعمل لي توكيل وانا ان شاء الله هتصرف، بس اصبر.
حاضر يا استاذ محفوظ. يا دكتور جلال انا عاوزك تطمن خالص، الاستاذ محفوظ انا اخترته لك من بين عشرات المحامين اللي اعرفهم، ومفيش قضيه ليا او لغيري الا وكسبها. ده فضل ونعمه من عند ربنا يا اسامه بيه، الحمد لله. اتفضل كمل يا استاذ محفوظ. احنا كده بقى خلصنا من القضايا الشرعيه، ندخل بقى في القضايا المدنيه والجنائيه. احنا هنرفع عليها دعوه لاثبات سوء النيه المتعمد في استخدام التوكيل، وده هيثبت عليها من نقطتين مهمين جدا. اولا تاريخ استخدامها للتوكيل، وده ثابت لان تاريخ استخدامها للتوكيل ياتي بعد جوازك الثاني، مما يدل على انها استخدمت التوكيل بغرض الانتقام. واللي هياكد لنا الحكايه دي انها باعت الشقه والعربيه لنفسها هي، واحمد الله احمد الله انها تصرفت هذا التصرف. طب استاذ محفوظ هي هتفرق في ايه لو باعت لنفسها او للغيرها؟ ما هو التوكيل اللي معاها بيديها الحق ده. لا يا دكتور جلال، تفرق كتير جدا، لان هي لما تبيع لنفسها معنى كده ان القضيه اصبحت محصوره بيننا احنا الاثنين، البت فيها يكون سريع. اما لو باعت لطرف تاني معنى كده ان في طرف تالت في القضيه، القضيه ممكن تتشعب تطول وممكن يطول البت فيها. وفي حاجه ثالثه كمان يا دكتور جلال، لو حصلت هتتحول القضيه دي من حق مدني الى جنحه. في الحالة دي احنا ممكن ناخد حكم بالسجن. سجن؟ ايوه، بس دي انا مش هتكلم فيها دلوقتي الا لما اتاكد منها وبعدين ابلغ حضرتك، اصل انا مش عاوز افرحك وبعدين اصدمك. طب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي بالظبط يا استاذ محفوظ؟ ولا اي حاجة خالص يا دكتور جلال، حضرتك بتبعت لي توكيل مع الاستاذ اسامة ومقدم اتعاب 5000 جنيه، وبعدين 5000 جنيه تانيين هاخدهم قبل صدور الحكم. اما بعد صدور الحكم ان شاء الله فانا هيبقى لي 5% عن كل مليم هرجعه لك ان شاء الله. حضرتك موافق يا دكتور؟ موافق يا استاذ محفوظ. على فكره انا عامل ده مجامله للاستاذ اسامه، انا باخد في القضيه الواحده اللي من النوع ده باخد 10000 جنيه، ده غير 10% عن المستحقات اللي بيستردها العميل بتاعي. شفت انا كرمك قد ايه يا دكتور؟ على العموم انا هكتب لحضرتك دلوقتي شيك ب 5000 جنيه وبكره ان شاء الله هبعت لك التوكيل. من بكره هنبدا القضايا ان شاء الله. انتوا جيتوا في ايه؟ جينا يا بنتي في جيتوا في ايه يا ماما؟ جينا يا بنتي في العربية بتاعتنا. عمر مفاتيح العربية نسيت اديهم لحضرتك، عن اذنك. عمر تخلص اللي وراك وتيجي على هنا. هنا فين يا ماما؟ هنا لا في كتب ولا هدوم ولا أي حاجة خالص. هروح على بيتنا وباجي أطمن عليك، عن اذنك. وانت يا بنتي ما رحتيش المدرسه النهارده؟ معلش يا تيتا، ما كانش ينفع اسيب ماما لوحدها النهارده. ماما
اجيب لك تاكلي؟ وفين دي النفس بس اللي الواحد ياكل بيها يا بنتي؟ تلاقيكي ما نمتيش كويس. نمت؟ عندك حق. مفيش حد له نفس لا ياكل ولا ينام. أنا اللي حببني في الأسرة دي الحنان اللي فيها، حبهم لبعض، لكن واضح إن الشيطان دخل بينهم فرقهم، مش عارف هيعمل فيهم إيه. معقول يا طهي؟ ما عندكش علم باللي عملته المهندسة نهاد؟ صدقني يا دكتور فؤاد انا ما اعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. وديك عرفت ايه اللي ممكن تعمله. انا ايه بس اللي في ايدي عشان اعمله؟ ازاي يا طارق؟ ده جوز اختك، وقبل ما يكون جوز اختك مدرسك، وهو اللي جوزك اخته، يعني العلاقه اللي بينكم تسمح بحاجات كتير. ايوه، بس انا من ساعه الطعنه اللي وجهها لي في المطار وانا حاسس اني زايد مشلول، ما عنديش القدرة على التحرك في الموضوع ده ولو خطوة واحدة في أي اتجاه. يعني إيه؟ هنوقف كده نتفرج عليهم؟ مش ممكن يا طاهر. ده أنت لو شفت الدكتور جلال ساعتها، ده لو نسيت إن ربنا كان ارتكب جريمة. وهو لسه ما ارتكبهاش؟ ما قتلها. بعد إذنك يا دكتور فؤاد، أنا في العيادة الخارجية. مش ممكن. مش حاجة ما كنتوش نسائي. كنتوا عملتوا إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي في ايدي وقدرت اعملها اني ما اظلمش اخته بسببه. عن اذنك يا دكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. الو؟ ايوه دكتور جلال الدين فهمي؟ لا يا فندم، ده رقم الغرفة القديمة. إنما رقم الغرفة الجديدة 616. أحاول حضرتك عليه يا فندم. طب لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ متشكرها أوي. أنا والدة الدكتور جلال. أهلا بيك يا فندم. من فضلك عايز أعرف جلال ابني جه عندكم بقاله قد إيه؟ النهاردة تالت يوم يا فندم. ثانية واحدة أحول حضرتك ليه. أي يا فندم، وقفت حضرتك على التليفون. طب متشكر أوي. ألو؟ ألو؟ يا ماما؟ إيه ده؟ ألو؟ السكة اتقفلت. لم يحضر الشنط حالا. ايه هنسافر؟ لا هننقل عند ماما.